اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة سي سات مع حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات هزت التاريخ. لما سألوه ليه ما ترشحش نفسك لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية، الناس بتحبك هتنجح، رد وقال: ولماذا اسعى لان اكون رئيسا وانا ملك؟ يا جامد، انا ملك ديزني لاند. هتعرف هو مين؟ شخصيتنا النهاردة هو مقدم السعادة للأطفال، صانع البسمة، مؤسس عالم الترفيه الحديث الهادف، أستاذ في فن تحويل القصة إلى فيلم، فنان، صاحب رؤية، حساس، مرهف الحس، عاطفي، من أقوى وأشهر رجال هوليود، عبقري، رغم أنه لم يتجاوز في الدراسة إلا المراحل الأولى من المدرسة الثانوية. شخصيتنا النهاردة هو والت ديزني، الرجل الطفل صاحب الرسوم المتحركة وأفلام الأطفال ومؤسس مدينة الألعاب ديزني لاند، والذي ساهم في القرن العشرين في تشكيل حياة وفكر أجيال مش بس في الولايات المتحدة الأمريكية إنما في العالم كله. مين فينا ما مرش في طفولته على فيلم من أفلام والت ديزني؟ الأفلام قصص الروعة كلها اللي هنشوفها أو نتعرف عليها معرفة سريعة. تعالوا نتعرف اليوم على والت ديزني وسر عبقريته ونجاحه ورحلته الطويلة في صناعة السينما الأمريكية وفي صناعة عالم الأطفال. الاسم والت إلياس ديزني اتولد 5/12/1901 محل الميلاد شيكاغو. والده هو إلياس ديزني، كان بيعمل نجار وبناء، وكان شخصيته حازم ومجتهد وإداري ناجح. الوالدة تدعى فلورا، وهي ذكية، عطوفة، خدومة، تتمتع بروح الدعابة والمرح. عشان كده يقولوا ان والت ديزني ورث من باباه الجدية والحزم والإصرار والإدارة، وورث من مامته الحنية والطيبة وروح المرح والدعابة، فده عمل كوليكشن كده اتكونت شخصيته من هذا المزيج الذي قد يبدو متناقضا، حتى لقبوه بالساحر بائع السعادة. أشقاؤه هربرت 17 سنة، ريموند 15 سنة، روي 13 سنة، روي هو صديق وشقيق ورفيق العمر زي ما هنشوف، والت 6 سنوات، واخيرا اخر العنقود البنوتة الجميلة روث 4 سنوات، الاخت الحنونة الشقية. لما كان والت ديزني عنده 4 سنين، باباه خاف عليهم من الحياة في شيكاغو، فاشترى مزرعة مساحتها حوالي 45 فدان. كانت المزرعة دي بالنسبة لوالت ديزني الطفل جنة، اشجار السفصاف والارز والتفاح والطيور الملونة والدجاج والخنازير والوز والبط والعصافير والبغبغانات والأنهار اللي بتجري وسط المزرعة، كل ده زرع وشكل روح الطفل والت ديزني اللي أخده إلى عالم الخيال بمساحاته الخضراء الشاسعة وطيوره وحيواناته والسماء والنجوم والسحب اللي لما هيكبر هيترجمها في أفلامه المتحركة، أفلام والت ديزني. أول عرض سيرك عمله والت ديزني كان عمره 6 سنين، جاب كام شوال فاضي كده من الشوالة بتوع القمح اللي باباه بيستخدمهم في المزرعة، وشق كل شوال من نص بالمقص، فبقى الشوال مفروض كده كأنه ملاية، وجاب كل الشوالة اللي شقها من نص أم خيطهم في بعض وعملهم خيمة، وجاب قطتين من المزرعة، قطتين، ودخلهم الخيمة، واخد من كل طفل 10 سنتات، قال لهم تعالوا شاهدوا عرض القطط التي تقفز وتسمع الاوامر. طبعا القطط سابته
كل قطة هزت ديلها ونونوت وقالت له وقتك مش ناو، وقتك مش دلوقتي، وسابوه مشيوا. فاضطر والت ديزني يرجع الفلوس للأطفال. وفي سن 7 سنين جاب والت ديزني برميل زفت وحط فيه فرشته وفضل يلون على معظم البيوت اللي حواليه عشان كلها تكون من نفس اللون. الرجل عنده لمسة فنية جمالية منذ الطفولة، متضايق ان بيوت المنطقة الوانها مختلفة ومش متناسقة. فالرجل حب يخدم الحي اللي ساكن فيه، ام جايب اللون الاسود وملون كل البيوت. طبعا باظت. على قد ما البيوت شكلها باظ، لكن ده كان بيعبر عن وجود موهبة في اعماق الطفل والت ديزني، موهبة تميل إلى الجمال والألوان والألعاب والترفيه. في المدرسة كان والت ديزني في كل حصص الحساب واللغة وغيرها يقعد يرسم وبس، يرسم حيوانات المزرعة اللي شافها في مزرعة باباه. ما كانش شاطر، ومع ذلك الطفل ده اللي مش شاطر، أو بمعنى أصح اللي احنا مش شايفينه شاطر، لغاية النهاردة المدرسة اللي كان فيها معروفة باسم مدرسة والت ديزني. المدرسة دي موجودة في مدينة ميرسلين، وموجودة التختة اللي كان قاعد عليها واللي كان حافر عليها بالقلم اسمه، كان حافر اسمه على التختة قاعد بيرسم في الحصص. وتمر الأسرة بضائقة مالية، فيضطر الأب انه يبيع المزرعة اللي كان والت ديزني بيجري فيها حافي القدمين متحررا من كل قيد كملك في بساتين التفاح. ويبدأ والت ديزني مرحلة جديدة يودع فيها مرحلة القرية، مرحلة بساتين التفاح. ذهبت أيام المزرعة بخنازرها وخيولها وأشجارها وبحيراتها وأحلامها الطفولية، وده كان بالتحديد سنة 1911 ووالت عمره 10 سنين. ويسكنوا في منزل رقم 2706 شارع 31 من شرق مدينة كانساس. البيوت لازقة في بعض والكل حاطط ستاير عشان اللي في الشارع ما يشوفش اللي في البلكونة، واللي في البلكونة ما يشوفش جاره، زي عندنا بالظبط هنا في اسكندرية. البيوت لازقة في بعض. ويستيقظ والت ديزني اللي عمره 10 سنين، يستيقظ من أحلام طفولته، يستيقظ الساعة 3:30 الفجر عشان يوزع الصحف اللي باباه اشترى بتمن المزرعة الحق في توزيعها. ويبدأ الطفل والت في مرحلة جديدة، مرحلة تحمل المسؤولية وهو لسه صبي. وزي ما الكتاب بيقول، جيد أن يحمل الرجل النير منذ صباه. ليودع والت ديزني رفاهية طفولة مزرعة الحيوانات الجميلة. وما بين توزيع الصحف الصباحية في الفجر والصحف المسائية بعد الظهر، كان والت ديزني وأخته روث بيعيدوا سنة تانية ابتدائي بسبب ضعف مستواهم التعليمي. وكان ترتيب والت ديزني هو ثاني أغبى طفل في الفصل. كان أكبر من زمايله بسنتين، موعد السنة، وبينام طول الحصص، ولما يصحى من النوم يرسم ويلون. ولكن من كان يظن أن هذا الطفل المتهم بالغباء سيصبح في المستقبل والت ديزني صانع السعادة والبسمة للأطفال والكبار؟ بالرغم من أن أغلب مدرسي المدرسة كانوا بيعتقدوا أن والت ديزني ولد غير مميز، إلا أن ربنا حط في حياة والت ديزني مدرسة شافت فيه موهبة مميزة. الموضوع بدأ لما والت ديزني أدهش الجميع وهو في سنة 5 ابتدائي، لما قدم عرض مضحك في ذكرى خطاب الرئيس العظيم إبراهام لينكولن. ارتدى والت ديزني معطف كده، جاكيت بتاع باباه قديم مرمي في الدولاب، ولحية صنعها بنفسه تشبها
إبراهام لينكولن وصنع قبعة طويلة من الورق ولونها بورنيش الأحذية. كل ده لفت نظر مدرسيه وبالذات مدرسته ميس أولسن وقالت انت هتصبح ممثل مشهور في المستقبل، وطلبت من المدير يشوف العرض اللي أعجب به جدا، وطلب من والت ديزني انه يمثل الدور ده في كل فصول المدرسة. والأول مرة يشعر الطفل والت ديزني بالنجاح ويتذوق طعم الفرحة في عيون الناس اللي رسمها وأيقظها بموهبته. وكان والت ديزني عنده حب وشغف الرسم، فوافق باباه إلياس ديزني إنه يلتحق بمعهد كنساس للفنون علشان يتلقى الدروس في الرسم كل يوم حد. وكانت مدرسته في الفصل السابع سنة سبعة السيدة ديزي بيك بتشجعه. كان عندها موهبة اكتشاف وإخراج أفضل ما في التلاميذ. دي موهبة عظيمة إنك تعرف تكتشف موهبة طفلك من مواهب. ولما كانت بتلاقيه بيرسم في الحصص بالذات في حصة الحساب كانت تقول له لابد أن تحصل على بعض المعرفة في عقلك ويمكنك أن ترسم كما تشاء بعد أن تنهي واجبك المنزلي يا والد. وكانت بتدعوه أنه يرسم على السبورة قدام الفصل كله ويحكي قصص لزمايله في الفصل. فكان بيحب يرسم شخصيات كرتونية وكان بيحصل على أعلى الدرجات، وده نما فيه حتة أنه يحب يحكي قصص لزمايله في الفصل، وكان يفرح ان هم مندمجين معاه ومستنين يعرفوا نهاية القصة ايه. وفي حفل التخرج من المدرسة وعمر والت ديزني 16 سنة هو اللي ألف الخطبة اللي هيلقيها، فكم كانت دهشة باباه ومامته وافتخارهم بيه. في سنة 1918 سافر والت ديزني لفرنسا كمتطوع ضمن فريق الصليب الأحمر عشان يساعد الجنود هناك في الحرب العالمية الأولى 1918، لكن أصيب بالإنفلونزا الإسبانية. الإنفلونزا اللي قضت في السنة دي سنة 1918 على حوالي 20 مليون نسمة. فاكرين كورونا اللي جات من كام سنة؟ أهو زي الأيام دي بس من 100 سنة جات برضو إنفلونزا اسمها الإنفلونزا الإسبانية قضت على 20 مليون فرد في العالم كله في نفس وقت الحرب العالمية الأولى. فما قدرش والت ديزني يسافر، فقعد 3 أسابيع في الفراش، بعدها تعافى، بعدها سافر إلى فرنسا. وقضى والت ديزني في فرنسا سنة كان بيعمل فيها أعمال فنية بيطلع منها مصاريفه واحتياجاته، وحوش حوالي 600 دولار، بعدها عاد إلى أمريكا. بعد عودته من فرنسا باباه جاب له شغلانة في شركة، وده كان أمر صعب جدا في ظل الظروف الحرب وظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله، زي ما ناخدها بعد كده في شخصية فرانكلين روزفلت. ومع ذلك والت ديزني رفض الوظيفة دي وقال لباباه لا أريد هذا النوع من الملل، فأنا أحب أن أكون فنانا. ما كانش بيتكلم من فراغ أو بيهرب أو بيتهرب من الشغل والمسؤولية، إنما تجربته في فرنسا في الأعمال الفنية كانت ناجحة ومربحة. وبالفعل اشتغل والت ديزني في مجال فنون الدعاية مقابل 50 دولار في الشهر. كان بيرسم خيول، أبقار، شوالات حبوب لشركة منتجات زراعية، بعدها الشركة أفلست. فاشتغل والت ديزني في مكتب بريد يصنع ويصمم بطاقات تهنئة، لكن بعد موسم الكريسماس الشركة بتاعت البريد مش محتاجة بطاقات وتهنئة فاستغنوا عنه. بعدها تقابل والت ديزني مع صديق اسمه أوب أويركس، كان موهوب في الرسم زيه زي والت ديزني. فوالت قال له ايه رأيك نعمل مشروع خاص بينا؟ فصديقه قال له مشروع ايه؟ قال له شركة دعاية. وبالفعل سموها ديزني ايوركس اللي هو باسم والت ديزني وباسم صديقه ايوركس. كان دخلهم حوالي 135 دولار في الشهر.
في سنة 1920 وعمره 19 سنة عرضت عليه شركة كنساس سيتي للشرائح المرسومة انه يشتغل فيها ويمسك قسم الدعاية مقابل $40 في الاسبوع. ثم بدأت الشركة في عمل رسوم متحركة دعائية للشركات التجارية، وكانت المكنة دي بتعرض 24 صورة في الثانية. وما كانش فيه الافلام المتحركة بتاعت اليومين دولة، شغل الانيميشن والشغل العالي ده لا. فاكرين زمان واحنا صغارين لما كان يعرضولنا في الاندية الصيفية او في مدارس الاحد او في النوادي الاجتماعية المكنة اللي فيها زي كده فيلم يتحط بروجكتور ويقلب الصور؟ هو كان بالظبط كده، 24 صورة في الثانية تتقلب بسرعة عشان تشوف الشخص كأنه بيتحرك، عشان تبدو الصورة في تتابع. كان ال 24 صورة دي تترسم وتتقلب بسرعة كأنها رسميا بتتحرك. الرسوم المتحركة دي كان أول مرة يشوفها في حياته والت ديزني، خطفت عقله وقلبه وروحه. ليه؟ لأنها كانت بتمزج بين عشقه للرسم وحكي القصص وعلم ميكانيكة الحركة وإطلاق وانطلاق الخيال عند والت ديزني، خياله الطفولي. الرسوم المتحركة كانت إلى حد ما بطيئة، فاستخدم والت ديزني في ورشة علشان يعرف يطور منها ويجرب ويحاول يطور من زوايا الرسوم، ودي كانت بداية انطلاقة جديدة لوالت ديزني في عالم الرسوم المتحركة وأفلام الأطفال. انتظرونا الأسبوع القادم لنستكمل كلامنا عن صانع البسمة، ملك ديزني لاند والت ديزني، في برنامجكم شخصيات هزت التاريخ.